صاري يكون هذا لا علاقة بعد بسمية ديالها وما فنانة ما والو ما مع احتراماتي للفنانة هذاك راه العفن بعينيه هذاك الشيء شتو ماشي شتو شت لك الاخر ما كنبغيش ندخل لان هذوك ثلاثة ولا أربعة ديال الأشخاص بعدا غير الآخر ديالهم دوك السميات ديالهم دوك الوجوه ديالهم دوك الفصالات ديالهم دوك الكلام ديالهم أنا بعدا كينفرني أنني غير نشوفهم غير نسمع الصوت ديالهم ولا تشوفهم كتشمئز منهم. الميساج ديالي ليهم الله يهدينا ويهديهم. الميساج ديالي ليهم هما ما يستغلوش الشباب ويديروا الشو على ويديروا الفلوس على ظهر الشباب. الا كاين شي حاجه اللي يعطوها لنا شي حاجه زينه اللي يقنعوا بها الشباب ولا يعاونوا بها الشباب ولا يكونوا قدوه للشباب تكون شي حاجه زينه ماشي الكلام الساقط سبني عايرني ما خلى اولادين فيهم لا والدين لا والو دونك اصبح كل شيء مباح وهذا هو سعد المجرد هو زاهيات لها اخويا محمد عطيها التسراح وزيد وزيد فرنسا واش نزيدك عليه شي حاجه اخرى ساري كور هذيك اللي كدا منا يا ودي هذيك قام نطلعوا لها الشانز ساري كور انا ما كنعرفهاش اخويا شي شركه جديده هذه ديال هومو ساري كور هذه فنانه اسمح لي ما كنعرفهاش حليوه صدقالو صدقالو ما فنان ما والو هو اصلا شنو حليمه ما فنان ما والو هو اصلا يا صدق قالو غير ما نعرف كي دار ليها صاد مجرد فنان وصل الفكره ديالو واخا ما ثقيش انا في شنو داكشي اللي كيدير ولكن دار بلاصتو دار بلاصتو باش دير بلاصتك وتمثل في المغربيه في حاجه مزيانه ولا ماشي مزيانه ماشي السوق هنا المهم دار شي حاجه في حياته وا ساري كول هذيك دفاشه هذيك لا علاقه مع الدنيا وهي مقتحمه الدومين وحاجه اخرى بغيت لاخر المغرب ولا كيطلع الطوندونس شي انانيش ما خاصهمش كاع يطلعوا الطوندونس بحال هذيك ما فنانه ما تهز يعني الاخو بنادم كيطلع على الطوندونس ما لافا هذيك ما خاصهاش تشرف المغرب كاع لا علاقه مع الدنيا قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب بارتاجيو الفيديو ديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي